أهلا بكم في ليلة جديدة من ليالي الشعر. في هذه الليلة حينما نستمع إلى الأصوات نفتح الدواوين، فإننا نقترب جدا من الموسيقى، من الفنون التشكيلية، نقترب من كل الإبداعات حينما يلخصها الشاعر في قصيدته في بيته من خلال هذا المجهود المثابر فيه جدا، الذي يثابر فيه ويجتهد حتى يصل إلى تلك الدرجة التي يقول فيها ما أقسى الجدار حينما ينهض في وجه الشروق. ربما ننفق كل العمر كي نثقب ثغرة ليمر النور للأجيال مرة، ربما لو لم يكن هذا الجدار ما عرفنا قيمة الضوء الطليق. هكذا يقول الشاعر حتى إذا ما افتخر بكل حرف قاله. نعود إليه من جديد لنسأل عن هذه الرحلة وهذه العناوين وتلك القصيدة. اسمحوا لي في هذه الليلة في هذا السجال أو المساجلة الشعرية التي نعيشها الليلة ما بين الشاعرة المصرية الأستاذة عواطف حافظ، أهلا بك. أهلا بحضرتك. والشاعر المصري الأستاذ أحمد إبراهيم. أهلا بك أستاذ حسن. والشاعر العراقي الأستاذ محمود جاسم النجار، أهلا بك في بلدك. أهلا بك أستاذ حسن، شكرا للضيافة. دائما من خلال هذا التقليل الذي نتبعه دائما في هذه الإطلالة الليلية، هذه الأمسية الشعرية التي بإمكاننا أن نقول كثير من الشعر قليل من الكلام، بماذا تطلنا على المشاهدين وماذا تقولين في البداية؟ أحب أعرفهم بنفسي من خلال قطعة صغيرة من قصيدة طائرة مرقية. طائرة مرقية، هذه أنا، كانت أوراق ملونة مشخبطة بأطراحي، مسرورة أو هكذا أبدو حين ترفعني الرياح، لكنني في واقع الأمر رهينة مقيدة الأوصال، مربوطة بالأرض بخيط ضئيل. هذه أنت سيدتي. فبماذا تعبر عن نفسك في الزحمد؟ أودي جمالك عن بريق عيوني، ما عاد سحر هواك يستهويني، قلبي بكهف مظلم أسكنته، ولآخر الدنيا رميت حنيني، وحلفت أني لن أعود إلى الهوى، يا ضعف أحوال الغرام بدوني، أنا يا فتاتي عاشق متصوف، الحب كل مواهبي وفنوني، ومواطني خلف النجوم بعيدة، فتطلعي للنجم والتمسيني، لا تحسبيني من عبيدك في الهوى، لا تنطقي بالكافي ثم النوني، إني أقر بأن حسنك رائع لكن قلبك ناقص التكوين، لو كان قصدك أن أعلمك الهوى فتجملي للحب وانتظريني. سأعود لهذه العلاقة الجدلية بين الأنا والأنت حينما يريد الشاعر أن يعبر عن نفسه. أستاذ محمود بماذا ستعبر؟ أبدأ بالصمت. للصمت عنوان، للصمت على إن ذكرى وحزمة أمنيات منقوشة على على شراع بعيد. الصمت عنوان فروسية حينما تغطس الروح بعمق الوعيد. الصمت أمام عينيك تحية، عقد اللسان وصار يلثر كالوليد. للصمت ملائكة ومراوى، ولسحر خدودك جمر وسحر وعناوين، وعناوين قبل وأسوار صديد. والصمت ليس هنيهة قبل الكلام، والصمت ليس هنيهة بين الكلام، والصمت ليس هنيهة بعد الكلام. الصمت حروف أبدا لا تقال، هكذا قال نجيب سرور يعني في تلك في ذلك الديوان الشهير. سأعود إلى فكرة أن يفجر الشاعر كل ما لديه في هذه الموهبة، في هذه الملكة، في هذه الدربة، في كتابة الشعر. هل تفجرين كل شيء بما تمتلكين؟ زعواطف، ربما يكون الشاعر صحفي، ربما يكون الشاعر طبيبا، ربما يكون الشاعر مهندسا يشتغل بأي حرفة، كل هذا يسخر في لحظة ما لكتابة الشعر. هو بيسخر، أنت صحفية في لحظة من اللحظات. بالضبط، هو بيسخر، بس هي مش شرط ملهاش علاقة. هي الحكاية انت بتطلع كل اللي جواك، بتستخدم ادواتك سواء كنت طبيب او صحفي او
بس الكتابة ملهاش علاقة، هو في ناس تكتب تقريبا اقل مننا تعليم وبيعبروا افضل كمان، بس هي انت بتطلع قدامك على الورق، بتطلعه بقى باي لغة، ممكن تكون اقل اكتر حسب معرفتك باللغة انت ايه، مش فارقه، بس تمكنك من لغتك، تمكنك من تصوير نفسك على الورق من خلال تجاربك الحياتية، يعني الحياتية العملية، كل حاجة مريت بيها، ممكن لانا مر بيه واحدة اصغر او اكبر مني ما تكونش مرت بيه وتقدر تعبر احسن مني. يعني كيف يوظف كل الشعر كل ما لديه من ادوات، من مصادر معرفية، من امور حياتية لكي يكون المنجز، ربما لا ترضى عن المنجز، انت كمبدع انت لن ترضى عن المنجز، وربما ولكن ليكون على مستوى من يحب ان يقرأه. هو في الحقيقة المبدع لا يرضى عن نفسه ابدا، يعني المبدع اللي يرضى عن نفسه يبقى كتب كتب نهايته بيديه. انا عايز اقول ان مش لازم المبدع يتأثر بالوظيفة، لان الابداع حالة بتنتاب الشاعر وبتأخذه في عوالم اخرى، وكأنه قد جذب من حياته العادية الى حياة جديدة هي حياة الشعر، حياة مليئة بالغرائب ومليئة بالطرائف ومليئة بالابتكارات والابداعات. ولكن انا عايز اقول ان ممكن خلفيات الشاعر وتجاربه وخبراته ممكن تأثر في منتجه الابداعي او في القصيدة اللي هي هذه هي نقطة اللي بيكتب المنجز. يعني يجب على الشعر ان هو طبعا يكون قارئ جيد لكل انواع الكتابات، وان يكون قارئا جيدا للطبيعة اولا، وان يكون قبل كل ذلك قارئ لذاته لنفسه حتى يستطيع ان يقول شيئا يخصه هو فقط. والشعر كمان في جانب امتاع وفي جانب جمال وفي جانب من إضافة لمسة جديدة على هذه الحياة. فأنا بتمنى في كل كتاباتي أن أصل إلى الناس من خلال هذا المنظور البسيط اللي يؤدي إلى المتعة وفي نفس الوقت يقدم شيء مفيد. تعليق أستاذ محمود. الحقيقة هو الشعر هي حالة تجسيد إنساني، حالة ما يدور بداخل هذا الشاعر، هي حالة إلهام، حالة صورة مقابلة للمجتمع للشخص لكل حالاته، حالات الحب، حالات الحالات الاجتماعية، اطلاع الشاعر ذاته للطبيعة، لخبرته، لقراءاته، تعتمد كثير على كتاباته، وهي تسيب لشخصية الشاعر ذاته احيانا التي لا يستطيع ان يقول بشكل مباشر يجسدها على الورق. ربما يكون الشعر هو الحل السحري بالنسبة إليه لا أي شيء آخر. يعني ولهذا بدأنا بالصنف، أحيانا كثير من الشعراء تجدهم صامتون، لكن كل ما بدواخلهم يجسدوه على ويكتبوه على الورق. تعليق للصحوات الكتب إذا تعلق على كلام زمان. أنا كنت بقول إن هو الشعر عبارة عن يعني الكتابة بالنسبة له وجدان، هو بينقل نفسه على الورق يعني. فتعليقا على كلام حضرتك بس إن شاء الله. بعضهم أستاذينك الصحافة يقولون أن دليل أن يكون سجالا شعريا وسجالا على هامش المتن في هذه المناقشة الهامشية على بساط هذه القصيدة أو تلك أو بين دفتي هذا الديوان أو دوين مختلفة لدينا الليلة. بعضهم يقولون أن الشعر علاج أو الشعر تطهر، الإنسان بيتطهر من كل ما به من عوالق، سواء كانت أحزان أو كانت ذنوب أو كان صراعات داخلية. يقولون ان الشعر هو نوع من انواع التطهر اللي بيحصل في المسرح، بس الشعر بقى يعني العلاقة في المتلقي في المسرح بيمارس معه فكرة التطهير. ايوه اذا الشعر هو يعني يعني القماش او قماشته واسعة جدا يعني. طبعا طب الشعر في كل الفنون، والشعر اللي ما يستفدش من المسرح ومن كتابة الروايات ومن القصص القصيرة ومن المدونات ومن الإخراج السينمائي ومن الموسيقى ومن الرسم والفنون التشكيلية، الشعر الذي لا يحتشد بكل هذه المفردات بتبقى قصائده خالية من أشياء كثيرة جدا وعالية من جوانب ممكن تديلها نوع من الرقي.
وده الفرق ما بين أن تكون مرسلا في كلامك وأن تكون نوعيا في إبداعك. ربما هذه مفارقة أو معادلة سوف أسأل ضيوفي عنها، ولكن سوف نعود إلى الشعر، سوف نعود إلى هذه الدواوين. بماذا ستعطينا أو ستمنحنا الآن أستاذ محمود؟ قصيدة. سنفتح الدواوين وسننتقل من قصيدة إلى أخرى من خلال ليلة ينتظرها المشاهدون كثيرا، لنستمع أكثر إلى الشعر. أنا في حالة بحث دائم وما زلت مستمر في بحثي، لهذا في قصيدة اسمها أبحث عنك وعني. ها أنا ألملم أشيائي، ذكريات طفولتي، عشقي الأول وتيه الأخير، انتصاراتي، انهزاماتي، أناتي، ابتهالاتي، لهات كفاءتهالتي وما حصدته إكراما للضمير. ها أنا ألملم أنين وحدتي وشوقي وألم اغترابي، ها أنا أحمل ما جمعته على كتفي ذاهبا صوب صحراء البعيدة، أبحث عن نسمة حياة في ظلال مثلة أو بترنيم قصيدة، عن هوية التي تشظت، عن عمر الذي ضاع هوسا وتعمد بسنن عقم وجدب وعذاب. فأنا أبحث عنك وعني وعن بقية النظار بأوراق أحلام بعيدة، وعن آدمية تناثرت وسكنت ظلمات غربة وكهوف ظن لم يرن بها نبضي ولا تاق لمسة ولا تراسيل أهل، وهمسة حب تغني لا تلاقي ولا احتضان دعاء أمي، حريق وشوق لاهب وسنى لموتي، وهزيع الخوف يملأ جفني والبوم يأنس موطني ويزهق نشيد أحلام التمني، يعلنها أطلال دارا وخرابا وتجني. أبحث عنك وعني وعن موطئ للدفء لبراءة قلبي المكلوم من صغر سني، لعنوان وردة ومسار عطر شممته ذات يوم. أبحث عنك وعني وعن صفصافة احتضنتها ذات تموز ومن لهب شمس فيأتني، وعن شربة ماء روت ظمئي كيما تعيد للقلب صبابة ذاكرة، وعمر ذاب كالشمع فائرا ونفار ضوء تاه في كسر الإناء، ولعق سراب زرقة وعقم ماء التمني. الله. إذن هي المحنة التي يعيشها الشاعر العراقي حينما يبحث عن غده مدفوعا بهذا الأنين والحنين للماضي، ويبحث في تلك المرأة، لا ليست تلك المرأة ولكن عن هذا الوطن. هو بحث عن حياة، عن وطن، عن امرأة، عن حبيب، عن هذه الحياة، عن إنسانية ضائعة حقيقة. سأعود للتعليق على ما أنشدت الآن. أستاذ أحمد، بماذا ستختار أو ماذا ستختار الآن؟ هقول لك: وإذا بدا طيف امرأة تتبدلين وتشعلين حرائقا بالأمس كانت مطفأة، تتألقين وتقطرين عذوبة، يا للجمال ويا لسحر هواك من ذا خبأ. وإذا النساء هدنا غابت أغنيات الدفء فيك، غدوت ثلجا وأنا اختبأت وراء أقرب مدفأة. هي مرأة موزعة مثل فصول الأربعة، نسيمها في المبتدا وتنتهي بزوبعة، فتارة رقيقة وتارة مروعة، تختال في دلالها وتزدهي بسحرها وترتديه قبعة، وفجأة تصيح بي وتمتطي خيولها كأنها في موقعة، أحار في نيرانها وثلجها ما
الرعة تزنين حبي بالدراهم، تزنين حبي بالدراهم وتجادلين تساومين كأن قلبي سلعة ولها مواسم، وتغمغمين تترجمين الحب في بعض التمائم، وأنا الذي أنفقت كنز مشاعري بعثرته ورسمت في عينيك أبراج الحمائم، يا ليتها كانت طعاما في ولائم، فالشعر لا يجدي ولا يبدي الهوى، ماذا عسى تجنين من أحلام واهم، كنت ادخرتك ماسة قمرا وضاقة ورد، وحضنت دفئك حين خفت البرد، لكنما عيناك مني ضاعتا ولم تعد عيناك بعد، خبأت عندك ذكرياتي، خبأت سكينا وغلقت المنافذ والطرق، فلتحترق هذه العيون، خانت وسوف غدا تخون، خانت وسوف غدا تخون. يعني التجربة مريرة جدا، وجعلت الشاعر حتى يتنوع في القصيدة الواحدة، يعني حدث نوع من التنوع حتى يعني أقرب إلى ما يسمونه في علم الموسيقى بالعرب، وانتقل من مقام الى اخر، وحتى القافيه اختلفت شويه. اشكرك، يعني اعتقد ذلك. اشكرك فعلا، هي قصيده بانوراميه عباره عن مجموعه من المشاهد واللقطات، وبرغم انني لم اذكر لسعادتك عنوان القصيده وهي مشاهد من شجن الفؤاد، انا سعيد جدا ان حضرتك قدرت تصل الى اعماق هذه القصيده التي تشبه الامواج المتلاطمة وتشبه البحر الذي يكون بين الجزر والمد والجزر. يعني سنذهب الى الاستاذ عواطف، ماذا ستختارين لنا في هذا السجال الشعري الجميل الذي يستمتع به المشاهد اولا؟ انا مستمتع اكثر والله. تفضلي. هقول سيمفونية الصمت، لانك صامت ابدا وقلبي شغوف، ساعلق على بابك همسي وأمضغ كلماتي وأصلب أمام عينيك لغتي وأقطع هام كل الحروف، وآتي إليك حضورا بايدا كالغياب، شواطئا بلا محار، طريمة هجرتها العنادل، قمرا بانتظار الحلم بدد ضوءه غير الخسوف، وآتي إليك فإذا بعينيك لغة بقدر اشتهائي، وصمتك واحة للحرف كرنفال للشوق، صدرك غيمة لؤلؤية فاتحة جناحيها تلملم الملهوف، وآتي إليك فتحملني كالبحر وتسافر بك أغنيات المساء ثوب السماء، وتعيد تطريز الورد على القصائد وتعلق الوقت على الجدران مذهولا ومشدوها فوق الرفوف، وآتي إليك فتسكب على راحتي شلالات البنفسج والياسمين، وتؤيخ على كفي كل حكايا العاشقين، وتزرع بيننا حقولا من إقحوان لا تخشى الخريف، وآتي إليك لنفتح معا أقفاص الكلام ونطلق عصافير الحروف، ونفتح للمدى أسرعة أخرى ونخلق لغة أخرى، لغة لها رائحة العناق تحت المطر، لها سحر العيون تحت الليالك، وروعة الشعر المسافر فوق كتف الحبيب وعزف الكفوف. يعني هذا المرهوم بعودتك إليه أن يحدث هذا، يمكن يتكتمل الصورة من خلال ما قاله الشيخ أحمد إبراهيم، تأتين أنت لتؤكدي أن حضورك بعد هذا الغياب ستستحيل حياته إلى حياة. دعونا نذهب إلى أمل دنقل لنستمع إليه، ونعود مرة أخرى لنواصل في هذه الليلة هذا التناغم الجميل بين الشعراء يتغنون بشعرهم. فاصل ونعود إليكم. أمل دنقل
ابن النوبة الساحرة شاعر الرفض، رمز من رموز الشعر العربي الحديث، في قصائده تشع المقاومة، هي ثورة مجسدة في شخص شاعر كبير فقده الشعر والوطن وهو في 43 من عمره بعد أن عانق الأمل في غد جديد. إنه أمل دنقل. ولد الشاعر الكبير أمل دنقل في عام 1940 في أسرة صعيدية بقرية القلعة بمحافظة قنا، بلد الشعراء والمواويل، بلد الشعر الغنائي عبد الرحيم منصور وكبار شعراء مصر. كان والده عالما من علماء الأزهر الشريف، مما أثر في شخصية أمل دنقل وقصائده. فقد كتب أمل الشعر العمودي أولا بعد أن نهل من مكتبة والده الضخمة التي تضم كتب التراث العربي. في 10 من عمره فقد أمل دنقل أباه واكتسبت أشعاره مسحة من الحزن. ترك أمل دنقل مسقط رأسه قنا مهاجرا إلى القاهرة بعد أن أنهى دراسته الثانوية، حيث هاجر كما هاجر أبناء جيله وموطنه من كبار أدباء مصر، ومنهم يحيى الطاهر عبد الله، عبد الرحمن الأبنودي. ولم يكمل أمل دراسته بكلية الأداب، حيث كان متمردا يعيش حياته بالشعر وتسكنه الموهبة. وخلافا لمعظم المدارس الشعرية في الخمسينيات، استوحى أمل دنقل قصائده من رموز التراث العربي، وكان السائد آنذاك التأثر بالميثولوجيا الغربية. عصر أمل دنقل عصر القومية والعروبة، ولكنه صدم فكل المصريين بعد هزيمة عام 1967، وعبر عن صدمته في قصيدته الخالدة البكاء بين زرقاء اليمامة، بالإضافة إلى ديوانه تعليق على ما حدث. عاد أمل دنقل ليصرخ في أحداث عام 1977 ضد اتفاقية السلام، وكتب موقفه في ديوانه العهد الآتي، وعرف عنه تصادم مع السلطة من خلال قصيدته لا تصالح. لا تصالح ولو منحوك الذهب، أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى هي أشياء لا تشترى. عبر أمل دنقل عن مصر وصعيدها وناسها في قصيدته الجنوبية، وله 6 دواوين شعرية من أشهرها أوراق الغرفة 8 الذي أصدره في عام 1983، والذي يتناول فيه صراعه مع مرض السرطان 3 سنوات قضاها في المعهد القومي للأورام. وفي يوم رحيله المبكر كان معه أصدقاؤه الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، الناقد والدكتور جابر عصفور. كتبت زوجة أمل دنقل الكاتبة الصحفية عبلة الرويني كتابا عنه بعنوان الجنوبي. ورحل الشاعر الكبير أمل دنقل عن دنيانا رحمه الله في 21 من مايو في عام 1983، وتحول إلى أسطورة من الشعر والخلود. منذ البداية كما يقولها في مقتل القمر شيء في قلبي يحترق، إذ يمضي الوقت فنفترق ونمد الأيدي يكبه حب وتفرقها طرق. ولكن لابد أن نعود إلى الشعر ليتجدد الأمل في هذه الحياة. يمكن أستاذ محمود وقفت عند تعليق لك على القصيدة بعد أن ألقيتها منذ قليل، وهذه القصيدة التي تبحث فيها عن الغد، تبحث فيها عن الوطن، عن المرأة الوطن، تبحث فيها عن الشجرة، تبحث فيها عن هذا الألم والحنين لماضي كنت تعيشه. ماذا أردت أن تقول من خلال هذه القصيدة؟ هل أصبحت هذه القصيدة هي الهوية التي تبحث عنها؟ أظن قبل قليل أنه تفضل الأستاذ أحمد قال أنه الإبداع لا يقف عند حد. الشاعر في حالة بحث ومستمر في حالة إبداع قصيدة أو إحياء قصيدة جديدة أو بناء. لهذا أكيد كل شخصية عراقية أو كل شاعر عراقي أو مثقف عراقي أو عربي
بس بما ان العراق يمر بظروف قاسية فأكيد في حالة بحث دائم، بحث عن الأمان، بحث عن الحبيبة، بحث عن الوطن، بحث عن وخصوصا إذا كان الشاعر مختلف في البحث عن أم، البحث عن أخ، البحث عن 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 أخت، يعني بحث عن الحياة ما حتى عن وطن بالضبط. هو هذا اللي في حالة سفر دائم وفي حالة بحث دائم. لهذا إنه أظن أن البحث هنا ليس مقصورا على حبيبة بعينها، إما إنما عن حالة استقرار استقرار نفسي في حالة إيجاد حل لهذا القلق المستمر في هذا الأرق الدائم. فالأرق الدائم بالضبط البعد عن الوطن، عن الأهل، عن بيئة اللي عشتها خلال هاي العشرين عاما كانت قاسية. ولهذا كان أكثر كتاباتي كانت بحث، وعندي قصيدة طويلة اسمه يعني أين أنت، سنعود إليها يعني سلاقة بعد أين أنت. ولكن أستاذ أحمد، يقف الشعر دائما بحس صوفي مختلف ليحول هذه المحنة إلى منحة، محنة الاغتراب أحيانا، محنة المنفى، ربما محنة الاغتراب في الوطن. الله عليك، وهذا أقصى. هل دائما هذا هو واحدة من أهم حضور الشاعر في الوسط الذي أو في الدائرة الذي يقف هو دائما في مركزها؟ الشاعر دائما في حالة قلق، هو قلق دائما لا يستقر على حاله، وهذا القلق هو اللي بيدفعه أنه يبدع وأنه يبحث وأنه يحاول أن يصل إلى المصل العليا. الشاعر دائما مرتبك، الشاعر دائما يفكر ودائما يضطرب. أنا كان عندي قصيدة أيضا بتتحدث عن أطفال الحجارة وعن القضية الفلسطينية، تناولت أدق الأشياء وأرق الأشياء. وقد تكون المرأة في الشعر العربي هي المنطلق لعوالم فسيحة، عوالم أخرى. هناك ناس كثيرون يظنون أن الشعر إذا تحدث بصيغة المؤنث عن المرأة فيقولون إنه شاعر الوجدان وأنه يتحدث عن امرأة بعينها، ما يعرفوش ان الشعر ده ممكن يكون يتحدث الى الوطن اعتبارية، يتحدث الى الوطن، يتحدث الى معنى كبير، يتحدث الى شيء، الى حلم. المرأة فعلا عند الرجل العربي وعند الشاعر العربي ايقونة، رمز. ولذلك انا اتعجب كثيرا ممن يقولون ان المرأة مهضومة الحقوق عند المواطن العربي. بالعكس، انا ارى ان المرأة لها مكانة يعني مرموقة جدا في قلب كل انسان، هو عالم بينطلق منه الى كل ما يشعر به. هذا عن ضمير الغائبة. طيب ماذا عن ضمير الغائبة عندك يا سيدتي؟ لا، هو تعقيبا على كلام الاستاذ احمد، هي المرأة فعلا حقها مهضوم يعني اجتماعيا وسياسيا وكل حاجه. لا خلينا في الابداع، خلينا في الابداع كده ندخل في دوائر اخرى بقى، لكن هي فعلا استخدام الرموز، خلينا في الرمز وفي دوائر المرأة في الشعر. بالظبط، هو الشعر العربي افلح في انه استخدم الرموز وخاصة رمز المرأة يعني. نعم، فاستخدمه فعلا في رمز مصير حقيقة. بالظبط، هو افلح في استخدام الرموز ووظفها كويس جدا، وده بقى خلى للشعر العربي يعني جمالياته اللي هو فعلا الناس بتفتكره بيتكلم عن المرأة، لكن هو في حد ذاته بيتكلم عن حاجات بعيدة جدا يعني ابعاد اخرى في الشعر. يعني هو يتحدث عن المرأة فقط، اصلا يتحدث عن المرأة، نفيت ان يكون المرأة والوطن والام كل حاجة، كل حاجة حتى تحنين لطفولته ممكن يكون يعبر عنه المرأة. فاحنا انا بقول تجسيد الرموز من احسن حاجة عملها يعني استخدمها الشعر العربي في الشعر. اذهب الى ما وقفنا وعلقنا الكلام مع الاستاذ محمود على اين انت، بذكر المقصود اين انت، اين انت، نرجع للرموز. لا، اين انت، انت
أنت هنا الحياة، أنت هنا الحبيبة. لا 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 لا، لا تشرح، لا تفسر، لا تبرر، دعنا نحن نؤول ونعيش وكل يبكي على لغات القصيدة الواحدة. ولا الزحمة أحباب نتكلم الكلام فعلا اللي المفروض المتلقي يحاول أن يفعله مع الشعر، لأن الشعر لا يفسر، الشعر لا يفسر فعلا. أين أنت؟ الروح تناجيك أيتها البعيدة، تائهة لا تعي مداراتها. أين أنت؟ ليس لها إلا الحلم والنجوى وبقايا من شباب. اتركي ذاك الذي صار أزليا عالقا بياقة رقبتي وشما وذكريات. ستقف كالطير على أعتاب نافذتك، تزقزق، تغني، تنشد، تناجي، تغرد، تقبل. أين أنت؟ سوف تحكي لقلبك الحكاية، بل كل الحكاية. تريد البوح لنافذة الروح والسلوى. أين أنت؟ لتنقش من خديك حمرة الشفق، تلك اللهفة المحبوسة في الوجدان كترانيم فصل من قصة النجوى. أين أنت؟ لتعزف الروح على أوتار قلبك الدافئ تقاسيم من مقام حجاز، ويبكي لفراقك نغم البيات وحمى النوى. أين أنت؟ يلثم شغاف القلب حبك سيدتي، أتيه على حافة شفتيك كالسد محفوفا بصحراء البعد والشكوى. أين أنت؟ أحلم برغاد في الحلم، برمضاء روحي العطشى حاملا حلمي بمدى التيه على كتفي. أين أنت؟ أوضعت أملا مطرزا بجناح فراشة وقفت على بلور جيدك، وقفت على بلور جيدك كل خيول الشاهبات لتنثر أنسام عشقي ولجة من القبلات، لتنثر أنسام عشقي ولجة من القبلات نغمات شوق وانتفاضات سنيني. أين أنت؟ حنين الذي تسلق نخيل حارتنا ونبضات قلبي التي عزفت إيقاعات الجورجينا وتصرخ. أين أنت؟ روحي التي تسلقت بشوق طيرا أضاع عشه وأرهقته شهقة الولهان، تراقص القلب بين عفاكيلها طربا محتضنا جذعها الممشوق مقبلا تمرها تمرة إثر تمرة حتى انتشت شفتاي بخمر رضابها، وأطربت كبلبل أطلق سراحه ومشى عاشقا غمجا كسكران. مذ وصلت أعتاب النافذة رأيت وجهك كملاك احتضن المكان، حمرة خدك وسماك أنار قلبي وشفقة رؤياك أصابت مقتلي. حورية طيبت أوردة جناحاي وأقعدتني، أرفت الروح انتفاضاتها ونسجت من شرايينها عشا فسكنتها وأسكنتني. ساعتها انتهت القصيدة، لأنه لو ظل يسأل ويبحث لاستمرت القصيدة، ولكن حينما ذهب إلى هذه النافذة وصل إلى أعتابها وجد هذا الوضع، وجه جميل انطق بعيني واستدار ومضيت أجري نحوه فوجدت وجهي في الجدار. يعني السحنب ماذا سيدخل في هذه اللحظة؟ بماذا؟ هقول قصيدة وجه من خزف في المنتصف، تقفين تحفة عارض بكماء لا تتحيزين إلى طرف، تستقبلين روائع النظرات جامدة وتزدادين في هذا الصلف، من بقعة للضوء تتخذين شرنقة وكل الناس عندك واحد، هذا كذا لا شيء عندك مختلف،
وأنا دم لحم حريق، دلني يا أيها القلب المعذب كيف أنجو من مطاردة الخزف. هي آية للصمت، غانية لكل الأشقياء، وزهرة كتبوا على أوراقها من يقتطف. نار بلا دفء، نار بلا دفء، وغيم كاذب، وبحار جد لا يغازلها الصدف. في المنتصف ليس الذي جهل الجمال كمن عرف. قلبي تخاطفه السماوات العلا، ويرق الباكين في صلواتهم للنجم حين دعته نجمته بليل فانحرف. لشوارد الطير البنفسجي، للفقير المستجير، إذا برت قدميه أحذية الشظف. ولمذنب أغوته أحضان الخطيئة فاعترف. ما لي أنا بجمود عينيك اللتين أشاعتا هذا السخف؟ ما لي أنا بطلائك الوردي، بالسحر المزيف، بالمعارض والتحف؟ أنا ليس يغريني اقتناؤك، ليس بي هذا الشغف. إن كنت ذا أسف عليك فلا عليك من الأسف. الناس مشغولون بالأقوال، لكني أنا بالناس منشغل أسا، وبأم موسى حين أوحى ربها ألا تخف. في المنتصف من سأل الأفلاك عن دورانها، أو ساوم الطير المحلقة أن يقف؟ في المنتصف. قولي إن فعلي إن فجري لا تكفي مثل المسماري، فالحب أو لا حب فجد ألا تختاري، لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. هكذا يقول نزار. وفكرة الحيادية عند الرجل العاشق قاتلة جدا، أليس كذلك؟ جدا. نذهب إلى الصعوبة. ماذا ستنشد الآن؟ أقول ما عاد يأخذني إليك حنيني. أنت يعني في إجابات، أنت تجيبين على أسئلة كثيرة، يسأل أستاذ محمود ثم الأستاذ أحمد وأنت تجهزين الإجابة. تفضلي. ما عاد يأخذني إليك حنيني، وفي بحر عينيك ما عاد يلقيني، ما عاد الدفء بين أحضانك يمتعني، وما عاد الشهد على شفتك يغريني. إن استرحت من الهوى أخيرا واستبرأت منه جميع شراييني. هل تذكر ميعادنا الأخير هناك، يوم دسست الوردة في كفي، وهمست بصوتك الخفيض في أذني؟ حبيبتي سأعود فانتظري، ولوحت مغادرا ولوحت لك، وبداخل القلب يهوي، ولمحتك شيئا فشيئا تختفي، والنور شيئا فشيئا في وجهي ينطفي. وعدت أسلك الطريق وحدي، أحتضن الوردة الصامتة مكان كفك في كفي، وعندما وصلت كتبت على بابي ستظل تسكنني، غد ما شئت فحتما ستأتي. وبحزن أغلقت الباب وشققت العين الأنهار لتبكي. كم من العمر مر على تلك الليلة لا أدري، فكل يوم أصحو لألمح فستاني الأبيض حزين مثلي، ألقي عليه التحية وأخبره أنك ستعود، وسأرتديه كأميرة القصر، وأقبل الوردة الحمراء وإلى المرافق أمدي. وهناك أتطلع في العائدين، أبحث عن وجه حبيبي، عن وريقة يلقيها في بريدي، وأعود بلا شيء أجرجر الأحزان وحدي. لأخط على بابي سأنتظرك بشوقي. كم من العمر مر على تلك الليلة لا أدري، كل يوم أصحو لأنح فستاني وقد اصفر كرشي، والوردة بين الأوراق فتتها الوجدي. أسب إلى المرافئ كالعادة، وهناك
أرقم الشواطئ البعيدة علك على الجانب الآخر تلمحني، وأعود كما دائما أأتي تغطيني سحابة حزني. ويمر العمر ولا أدري، اشتكت مني سنوات صبري، أرمق فستاني الذي غطاه الطراب، وتلك العبارات التي تتغير على بابي، وتلك المرافئ والشواطئ ووجوه العائدين وسحب أحزاني. وقطار العمر يمضي يدهس أجمل أيامي، والشيب يدق الباب خلسة ليخط في بقعة الليل أولى علامات ارتحالي. سنوات أخرى تمر، أصحو لأزور ذلك الكهف الذي قد كان فستاني، وأتكئ على منسأتي قاصدة النفس مكاني، للمرفأ أغدو بخطواتي الثكلى وظهري المحني كأحلامي. ما عدت أرى الضفة الأخرى، وما أعدت أميز وجوه العائدين، لا صوت ألفه، لا شيء سوى العتمة في الضفة الأخرى. ومن حيث أتيت ككل يوم أعود، أفتح بابي، أتكون تحت ضريح فستاني، أغمض عيني على حلمي، وأفتح باب ذاكرتي لألمح وجهك للمرة الأخيرة، وأخط على الباب العبارة الأخيرة، وأغمض عيني فما عاد يأخذني إليك حنيني، وفي بحر عينيك ما عاد يلقيني، ما عاد الدفء بين أحضانك يمتعني، وما عاد الشهد على شفتيك يغريني، إن استرحت من الهوى أخيرا واستبرأت منه جميع شرايين. يعني فرق كبير بين أن يفتح رز محمود جسمه ونفذته، وبين أن تغلق الأستاذ عواطف هذا الباب. يعني هناك أسئلة تطرح نفسها أستاذ أحمد، يمكن حقن أستاذ محمود يمكن سيجيبني على سؤال ملح جدا في اللحظة التي يستمع فيها المشاهد ويستمتع بما يقول. حينما يرتحل الشاعر من مكان إلى آخر ويقابل الكثير من الثقافات وهو يؤكد على هويته، ما الذي يطرأ في خلال هذا الحل والترحال أستاذ محمود؟ الذاكرة في الوطن تبقى تتوقف بداخل الشاعر، كل الصور داخل الوطن مهما اقترب تبقى حاضرة دائما في كتاباتي. فأنا في كل كتاباتي موجودة بغداد، موجودة أفياءها، موجودة أزقتها. أحيانا لا أستطيع أن أجاري الحقيقة في كثير من الأحيان في أوروبا، أكثر الشعراء الأوروبيين، وأنا عضو اتحاد الشعراء في هولندا، الحقيقة أكثر كتاباتهم هي عن الطبيعة، عن البحر، عن الشعراء الأوروبيين، عن الدول، عن يعني تخلصوا من أزمة الحروب، منذ أكثر من وأزمة الهوية لا تعني بالضبط. يعني ولهذا نحن لنا قضيتنا، قضية العراق، قضية فلسطين، قضية ما تمر به بلداننا في وقت. لهذا أن الشاعر ابن بيئته تبقى حاضرة دائما في كتاباته، تبقى للنخلة لها قصيدتها، تبقى للأزقة، تبقى لارتباطنا الاجتماعي مع عائلتنا، مع أهلنا، مع أصدقائنا، تختلف عن يعني عن هوية الشاعر الأوروبي. لهذا أنه لا أظن أنه هناك الأمكنة، ما عدا أنه المغترب ممكن أن نصور أنه هو تل واقف على التل يرى بوضوح أكبر وبصفاء ذهن بدون ذات التوقف. العدسة مفتوحة بالضبط على مدى أكبر وأوسع بالضبط. ولهذا أنه ممكن أن تمنحه بعض الحيادية في الكتابة بدون هذا التشنج الموجود الحقيقة في هوية كثير من الشعراء، في هوية كثير من المثقفين المتواجدين في داخل البلد. إذن يعني من خلال بناء على هذه الإجابة والذهاب إلى سؤال آخر في هذا الإطار وهذا السياق، متى طفنا الصور؟ حينما أذهب إلى هذا الديوان الأول في عجالة في نهاية هذه الحلقة، بينما طفنا الصور ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن الجوهر دائما هو البطل، وأن الأشكال تتغير مهما حدث اختراب وتتلاشى، ولكن يبقى شيء ما. أنا أريد أن أعقب على مسألة الهوية بأن الإنسان المصري
معجون بتراب الارض وتراب هذه البلد، واللي معجون بتراب مصر بيتسكنوا كل دول العالم العربي والاسلامي. الانسان المصري بكل الاماكن وفي كل الاوقات اثبت ارتباطه بحضن هذه الارض التي لا يمكن ابدا ان ننفصل عنها مهما حدث. فالانسان المصري اذا سافر او تغرب او اطلع على ثقافات، هو لديه ارضية صلبة بيقف عليها بتمنع اي تيارات اخرى من ان هي تغزوه. هذا الانسان صاحب الحضارات المتراكمة وتلك الجينات الغريبة الفريدة، لا يمكن ان تؤثر فيه جينات عارضة او حضارات مستحدث. لكن ربما يطرأ يعني لا خلاف بينك وبين ما قاله الأستاذ محمود الآن في إطار يعني أنت تحمل وطنك بداخلك بكل هذه التفاصيل التي ظهرت متجلية أو ظهرت بوضوح في قصيدتك الأولى التي أنشدتها، ليس في الإطلالة ولكن في القصيدة التي يعني بدأنا بعد ذلك نقرأ قصائد طويلة. فكرة أن يكون الإنسان دائما في إطار أنه يحمل زاده بداخله ولكن هو منفتح في نفس الوقت على ثقافات على افاق مختلفه، ولا ايه يا استاذ عوض؟ بالظبط، هو زي ما قال الاستاذ محمود، هو مغترب وحاسس بالاغتراب الوجداني لكن في نفس الوقت حامل وطنه معاه. الاستاذ احمد بياخد وطنه معاه، احنا بقى بنشكل ثقافتنا بثقافه اي بلد بنروحها وندخل الاثنين في بعض ونخلق ثقافه جديده وجمال جديد. يعني احنا حتى التجربه الشخصيه بالعكس الهوية بتطرح نفسها في شعرك او يعني بتذكرك على طول، حتى حنينك لبلدك بيكون اقوى وانت بتعبر عنه افضل وانت مغترب. يعني زي الاستاذ محمود صوت كده. فيما تبقى من دقائق معدودة، دقيقة لكل شاعر ان يطرح علينا جزء من قصيدة يختارها لنا، بمن نبدأ؟ استاذ احمد ابدأ بك سريعا حتى يجهز استاذ محمود والاستاذ، بما انك تحفظ شعرك عن ظهر قلب. قل للمسافر خلف اسراب الامل، قل للمسافر خلف اسراب الامل، لا الطير حط على رباك ولا رحل. غنيت في سحر العيون قصائدا وتغزلت عيناك حتى في الغزل، ورحلت خلف الشوق عمرا ساخنا وسلكت درب الثلج يوما فاشتعل. أتراك حقا قد بلغت شواطئا للحلم أو أبصرت نجم الحب؟ هل وأراك قد لاقيت حبك؟ إنما لقي الشفاه مع الشفاه بلا قبل. الله. وظننت بأني سندريلا وأن الأمير الوسيم سينشط الطرقات بحثا عني، يسائل المحار عن حافية تركت بنفسجة على بابه ورفضت في الغياب المستمر. وانتظرتك كرمي الشط إذ يترقب ملامسة المد، انتظرت دون وعد، انتظرت أن تدخل زمني، أن تنصر الصباحات الملونة في أوديتي وتعيد ترتيب الحكاية والقصص المستحيلة، وتبني لي بين يديك عالم من ضوء يحررني من أصولي. يعني ما اخترناه من سندريلا هذا عنوان الديوان الأول لها، ويبدو أنها لم تستطع مغادرته حتى الآن. الأستاذ محمود. أنا أقول صبر الحكاية. أها. دع الصبر على أكتاف شمس، ودع الجمال على نور قمري. انهضي فلك البسمة تشرق ولك الدمعة تأبى تفور. يا لعينيك ظل أمسي ظل بغداد تحلق في مداها الطيور. لك دفء أهل وشربة دهلة، لك عذب فرات وضفاف وعبور. قد أراك ذات قرر وهلة، قد تستحي العين وتنخ الزهور. يا لصبر الحكايا ولمح العيون، قد تكونين انتهي انتهي دنيا انتهي دنيا محملة بالأسرار والخبايا، وتبقى على مدارات أنفاسي تدور. على بساط دجلة والفرات على ضفاف النيل، تعانقت الأنهار وتعانقت الحضارات وتعانقت الأصوات،
واستمعنا واستمتعنا بهذه القصائد. بشكر الأستاذ عواطف والأستاذ أحمد والأستاذ محمود على أساس أننا دائما نستمتع بهذه الأصوات وبهذه القصائد، ودائما عندما تفتح ديوان الشعر فإنك تنفذ إلى كل الفنون، ومهما أقول بقي كبي قصيدة لم تبح بها الشفتان. تصبحون على خير. We'll be right back.